قالوا عن أكتوبر. أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل، وما حدث في الحرب أزال الغبار عن العيون وأظهر لنا ما لم نكن نراه. أظهرت الحرب أننا لسنا أقوى من المصريين، وأن هالة التفوق العسكري بأن إسرائيل أقوى من العرب لم تثبت في أكتوبر. موشى ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق.